بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف المحاضرة: هنقوم بإعداد شبكة بسيطة باستخدام سيسكو كاتاليست سويتش. بنتعرف على بعض أنواع السيسكو كاتاليست. في عندي هنا برنامج الباك تريسر، سويتشات موجود. في عندي سويتش من نوع OCDS 2960، تعمل شبكة بسيطة مع من خلال جهاز آخر. ونضيف كمان نوع ثاني من او سيريز ثاني من الكاتاليست اللي هو 3560 مالتي لير سويتش. هذا السويتش يعتبر لان 3 سويتش حسب الاو اس اي موديل، وهذا لان 2 حسب الاو اس اي موديل. نضيف كمان جهاز كمبيوتر عشان اعمل شبكه بين السويتش بين الكمبيوتر. احتاج كيبل اربط به الاجهزه، ماجهان على الكونكشن. وبختار كيبل ستريت ثرو عشان اربط. طبعا انا في عندي هنا كونسول وفي عندي فاست ايثرنت. الكونسول بستخدمه عشان ابرمج السويتش، لكن هنا عشان اذا بدي اربط كمبيوتر بسويتش بدي اختار الفاست ايثرنت، واي واحد من هذول ممكن اختار. فبختار فاست ايثرنت 0 باي 1 مع الفاست ايثرنت 0. بدي اختار فاست ايثرنت 0 عشان اعمل شبكه، لكن لو حابب ابرمج السويتش بختار ار اس 232. طبعا بكون مختار في السويتش الكونسول بورد، بس انا عشان بدنا نعمل شبكه اختار فاست ايثرنت 0. الشبكة أول حاجة بعنون الجهاز، باجي على الديسكتوب بعطيه عنوان حسب كلاس سي مثلا 192.168.1.1 أو خليها 2 تمام، عشان السويتش حنعطيه الديفولت جيت واي حيكون عبارة عن عنوان السويتش اللي مربوط فيه الكمبيوتر. حنعطيه عنوان 192.168.1.1، هذا طبعا حيكون عنوان السويتش. وهذا العنوان عشان عنون الجهاز او عشان اعنون السويتش. طبعا مش حقدر اعنون لانه لير 3 لير 2 سويتش، مش حقدر اعنون البورت اللي هو فاست ايثرنت. انا بس لو عملنا اوبشن ريفرنس بدنا نظهر البورت ليبل عشان نشوف البورت اللي انا استخدمته. انا بلاحظ انه البورت اللي انا مستخدمه في الربط اسمه FA0x1. السويتش هنا عشان انه لير 3 بقدرش اعنون البورت هذا ال FA0x1، لكن انا ممكن اعنون السويتش من خلال الفيلان، من خلال فيلان واحد. طبعا كل البورتات للسويتش تابعه لفيلان واحد، وبعطيها عنوان 192.168.1.1. طبعا حيكون الماسك 255.255.255.0. هذا العنوان حاعطيه للسويتش، طبعا حاعطيه من خلال واجهة الفيلان واحد. تمام، الآن احنا اعطينا الجهاز اي بي للجهاز. كان 192.168.1.1 طبعا على صحيح 2 على 24 اللي هو 255.255.255.0. الجيت واي اللي هو السويتش 192.168.1.1 العنوان، عنوان السويتش. هذولا عنوناهم للكمبيوتر زي ما شفنا هنا ايهم. تمام، لا بدنا نعنون السويتش زي ما حكينا، بدنا نعنون الاي بي على الفيلان للفيلان. هان لو عملت انيبل بدي اشوف الفيلانز الموجوده، بكتب شو فيلان بريف.
فهي بيحكي لي انه عندي VLAN واحد وكل بورتات السويتش من FA 0 باي 1 لحد جيج 0 باي 2 كلها تابعة على VLAN واحد. يعني انا لو اعطيت اي بي للVLAN واحد بقدر اصل للسويتش من اي بورت من البورتات هذه الموجودة. عندي هنا 24 وكمان 2 يعني 26 بورت، لو وصلت 26 جهاز بالسويتش ممكن اصل للسويتش من خلال اي بي حاطيه لVLAN واحد. الان بدنا نعطي اي بي لVLAN واحد ونروح على صيغة الاعداد config t، بعد هيك بدي اروح للانترفيس VLAN واحد عشان اعطيه اي بي، والاي بي احنا حكينا طبعا اي بي ادرس حيكون 192.168.1.1 والماسك 255.255.255.0 تمام انتر، ولازم افتح البورت باستخدام الامر نو شوت تمام. الان حكى لي انه اب، بس بعد هيك بدي اعمل اند او ممكن اعمل اكزيت في الاول واغير اسم السويتش من هان. في عندي امر ثاني بستخدمه لاعاده تسميه السويتش host name sw1 او ممكن اسميه layer 2 switch. نسمي السويتش layer 2 switch او layer 2 catalyst switch enter تمام end كتبناها تمام. الان بعمل بينج، هاي زي ما احنا شايفين اتغير من سويتش ل layer 2 catalyst. الان بدي اعمل بينج للكمبيوتر، بكتب بينج الكمبيوتر عنوانه 192.168.1.2 انتر، فهي حكى لي فيه اتصال 4 على 5. طيب نعمل بينج من الجهاز على السويتش عشان نشوف فيه اتصال بينهم. طبعا انا هنا لو بعرف الاي بي تبع الجهاز عندي امر اي بي كونفيج تمام، جهازي عنوانه 192.168.1.2 والسويتش هي الجيت واي 192.168.1.1. الان بدي اعمل تفحص اتصال مع السويتش، بعمل بينج 192.168.1.1 اللي هو عنوان السويتش انتر تمام، في اتصال. الان انا بدي اعمل اعداد ثاني بين layer 3 سويتش مع كمبيوتر. هلاحظ ان انا بقدر هان لانه layer 3 بقدر اعطي اي بي للبورت، يعني انا في عندي بورتات كثير للسويتش ممكن اعطي لكل بورت اي بي على عكس ال layer 2 سويتش. فهان بدي اوصل بينهم باستخدام الستريت برو كيبل من خلال الفاس ايثرنت واحد 0 باي 1 مع الفاس ايثرنت 0 الكمبيوتر. بدي اعيد نفس العنوانه هان بس بسرعه 192.168.1.2 والسويتش حنعطيه عنوان 192.168.1.1 تمام. بعدين بدنا نبرمج السويتش، نروح على CLI and enable config key، نعطيه اسم host name layer 3 انتر. بعدين بدنا نفوت على الانترفيس الموجود اللي انا استخدمته في الربط، هيو الانترفيس FA0x1 بدي اصله واعطيه اي بي ادرس، بكتب int FA0x1 انتر. انا الان على الانترفيس بقول له نو سويتش بورد، بكتب الكلمه هذه نو سويتش بورد عشان اطلعه من الفي لان.
عشان اطلعه من الفيلان واحد اللي هو اساسا ضمنها. بكتب نو سويتش بورد انتر، بعدين بعطيه اي بي ادرس، اي بي ادرس 192.168.1.1، والماسك 255.255.255.0 255 تمام. انتر، بعدين نو شرط عشان افتح البورد انت. لو حابب اتاكد من الاي بي بعمل شو اي بي انت بريف تمام. لاحظ هان هاي الاي بي اللي انا اعطيته للبورد. في الحاله الاولى ما قدرناش نعطي، مش هنقدر نعطي للبورد اي بي لانه نوع السويتش لير 2، لكن في لير 3 انا ممكن كل البورتات اعطيها اي بي تمام. هيك بس بدنا نفحص الاتصال، نعمل بينج للكمبيوتر 192.168.1.2، هذا عنوان الكمبيوتر انتر. هاي تمام في اتصال. طيب نعمل تفحص من الكمبيوتر للسويتش، برضه نفس الامر، بينج عنوان الكمبيوتر السويتش 192.168.1.1 انتر. هاي في اتصال، فالاثنين شايفين. بس هنا حبينا نبين الفرق بين لير 3 سويتش ولير 2 سويتش. انا ممكن اعنون من خلال الفيلان واحد، والاي بي بيكون تابع لكل البورتات، لكن هنا في عندي حالتين، انا ممكن اعطي اي بي للفيلان واحد او ممكن اعطي اي بي لكل بورت على حده. يعني هنا في عندي تقريب ال 26 بورت، ممكن اعطيهم 26 اي بي ل 26 جهاز. هيك بنكون انهينا هدف المحاضرة، اعداد شبكة بسيطة باستخدام سيسكو كاتاليست سويتشز. طبعا في عندي لير 2 and لير 3 حسب الـ OSI موديل، حسب الـ OSI موديل.